انضم إلينا من مدينة غزة تامر دلول مراسل الغد. تامر، نستوضح معك المستجدات من مجمع الشفاء وحي الرمال. مرحبا كاترين، الوضع هنا في محيط مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة وكذلك الرمال الشمالي والجنوبي وتل الهوى والمناطق المحيطة لهذا المجمع تشهد قصف إسرائيلي عنيف لم يتوقف منذ الأمس حتى هذه اللحظة، مع ما بين الوقت والآخر غارات إسرائيلية إضافة إلى قصف مدفع متواصل استهدف العديد من المناطق المحيطة في هذا المكان وتحديدا في مجمع الشفاء الطبي، إضافة إلى مناطق تل الهوى والزيتون والصبرة التي شهدت أيضا غارات إسرائيلية مكثفة. الوضع هنا جدا خطير في محيط مجمع الشفاء، هناك عدد كبير من الأهالي هم محاصرون في منازلهم، في الجندي المجهول، في شارع الوحدة، في مخيم الشاطئ، في النصر، في تل الهوى والجامعات والجوازات وغيرها من المناطق التي عاد إليها مؤخرا المواطنون وسكنوا في تلك المنازل والمناطق ومدارس التي تحوي عدد كبير من النازحين، إضافة إلى مجمع الشفاء الطبي الذي يحتوي على آلاف أو يحوي على آلاف من النازحين الفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم. أيضا كاترين، هناك تحقيق مكثف لطائرات الاستطلاع على مستويات منخفضة في كافة عموم مدينة غزة وشمال القطاع، وكذلك أيضا هناك عملية نزوح متواصلة من قبل المواطنين الفلسطينيين في تلك المناطق القريبة من القصف. دعني أسألك تامر عن الدعوات للاتجاه صوب المواصمة، أمكانية ذلك؟ حقيقة الجيش الإسرائيلي منذ الليل الماضي وحتى ساعة الصباح كان عبر مكبرات الصوت المتواجدة على طائرة الكويت كاثر قد بلغ النازحين الذين يتواجدون داخل مجمع الشفاء الطبي في المباني بضرورة المغادرة والخروج من هذا المجمع عبر الممر الإنساني الذي أقامه للوصول على شارع الرشيد البحر وصول إلى المنطقة الوسطى في دير البلح والذي يعتبرها مناطق إنسانية آمنة، يتم نقل النازحين والمواطنين المدنيين هنا في مدينة غزة وشمال القطاع إلى تلك المنطقة. ولكن صبيحة هذا اليوم حاول كثير من المواطنين الخروج من مجمع الشفاء الطبي والخروج إلى ساحة المجمع الطبي، ليتفاجئوا بأن طائرة الكواد كابتر قامت بإطلاق الرصاص صوبهم، هذا أدى إلى ارتفاع عدد من الشهداء إضافة إلى عدد آخر من وأيضا هناك صعوبة كبيرة جدا في إمكانية انتشال جثامين الشهداء التي تتواجد في باحة مجمع الشفاء الطبي من قبل الطواقم الطبية، وهناك محاصرة كاملة لهذا المستشفى، وأيضا هناك خوف شديد لدى كثير من المواطنين، أيضا المواطنين داخل مجمع الشفاء الطبي وكذلك المنازل المحيط في هذا المجمع لا تريد المغادرة إلى الجنوب وتريد أن تبقى في مدينة غزة شمال القطاع في ظل الحديث عن التوصل أو إمكانية التوصل لوقف إطلاق نار قريب في قطاع غزة بين حركة حماس من جهة والجانب الإسرائيلي من جهة. ولكن حقيقة الوضع خلال 24 ساعة جدا خطر، الناس شاهدناها خرجنا إلى منطقة عسقولة في حي الزيتون وهي منطقة قريبة يعني قريبة من منطقة المغربي ومنطقة الصناعة والجامعات، وهي شهدت عشرات المئات من الأسر الفلسطينية التي كانت تتواجد في منطقة الصناعة وفي منازل الطيارات قريبة من الطيران ومن منطقة السرايا والجندي، والتي استطاعت مغادرة تلك المناطق تحت يعني وطأة يعني أو تحت القصف العنيف من المدفعية الإسرائيلية وأيضا الغارات الإسرائيلية التي لا زالت متواصلة ما بين الحين والآخر. أيضا المواطنون كانوا قد تفاجؤوا الليل
الليلة الماضية من شدة الغارات والقصف المدفعي، وتفاجأوا بوجود الدبابات الإسرائيلية على كافة المحاور التي أو كافة الأبواب الرئيسية في مجمع الشفاء الطبي. كانت خلال 5 دقائق الماضية غارات إسرائيلية أخرى، لكن لم تعرف ما هي تلك الأهداف بعد، ولكن بطبيعة الحال الغارات الإسرائيلية التي تشن هي تستهدف منازل، تستهدف منازل للمواطنين، وكذلك ربما مدارس، وربما أيضا تعيد مرارا. الآن كاترين، هذا الصوت ربما لا أعلم إن كنت قد استمعت إليه، هذا هي ناجمة عن القصف المدفعي الذي يتواصل ما بين الحين والآخر. أيضا إذا ما تحدثنا على حركة المواطنين هذا اليوم، حركة شبه معدومة في الشوارع كافة في المناطق الغربية لمدينة غزة، وأيضا هناك انتقال كبير منذ كان ساعات الصباح الأولى من المناطق الغربية لمدينة غزة إلى المناطق الشرقية باعتبارها حتى هذه اللحظة مناطق آمنة ويمكن للمواطنين التواجد فيها. وأيضا هناك امتلاء، قد امتلأت مدارس الوكالة، وكالة غوث التسجيل للاجئين في أحياء الزيتون وأطراف الصبرة والشجاعية والتفاح والدرج بأعداد كبيرة من النازحين. أيضا نشاهد النساء أمامنا يعني والأطفال يحملون أمتعتهم والفراش ومستلزماتهم التي كانت تتواجد بهم وينتقلون من نقطة إلى أخرى. أيضا كاترين، هنا لا نعلم في حال الغارات الإسرائيلية التي شنت خلال الساعات والثواني القليلة الماضية، في حال وجود شهداء وجرحى لا نعلم أين سيتم نقل هؤلاء الشهداء في ظل عدم وجود سيارات إسعاف مدني وطواقم طبية، لأن جميع أو معظم الطواقم الطبية هي تتواجد داخل مجمع الشفاء الطبي، باعتبار هذا المجمع هو الوحيد الذي يعمل هنا في شمال قطاع غزة ومدينة غزة بأقل الإمكانات المتاحة. وإذا ما تحدثنا إلى المستشفى الأهلي العربي أو ما يعرف المعمداني، نعلم أن خلال الأسابيع القليلة الماضية قد توقف العمل في هذا المستشفى، ولكن في ظل محاصرة القوات الإسرائيلية لمجمع الشفاء الطبي ومنع تنقل وحرية التنقل لدى الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف لنقل جثامين الشهداء من الأماكن والغارات أو من أماكن الاستهدافات الأخيرة، هذا سيؤدي إلى انتقال جثامين الشهداء والجرحى إلى المستشفى المعمداني، وبالتالي أيضا سيفاقم من المعاناة والمخاطر الصحية، وأيضا سيزيد من الحالة الصعبة التي يعيشها والتي يعيشها مدينة غزة وسكان شمال قطاع غزة بشكل عام. أيضا كاترين، تسمع ما بين الحين والآخر غارات إسرائيلية. أيضا كاترين، يعني هذه الأصوات التي تستمعين إليها، يعني بعض الشاحنات التي كانت تحمل المساعدات الإنسانية والتي تم إدخال نحو 16 شاحنة بالأمس وتم تأمينها من قبل وكالة غوث حسب ما أفدنا، وبعض العشائر وتم تأمينها في مخازن تتبع لوكالة غوث. هناك عدد من تلك الشاحنات التي تم إفراز تلك الحملات من الطحين والمعلبات والمواد الأساسية، وهم بطريقهم إن شاء صلاح الدين لطريقهم إلى دوار الكويت وصولا إلى نيت خريب ومن ثم إلى جنوب قطاع غزة، وهذا يعني ما اعتدنا عليه بشكل شبه يومي لتلك الشاحنات التي يتم إفراز تلك المساعدات ومن ثم تذهب إلى الجنوب تحمل مزيد من المساعدات والأصنان من الطحين والمعلبات وغيرها إلى شمال قطاع غزة. ولكن خلال اليومين الماضيين كان هناك يعني انخفاض في وتيرة القصف المدفعي في حال دخول تلك الشاحنات نتيجة يعني تأمينها من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين وكذلك العشائر وغيرها. بالعودة كاترين إلى
مجمع الشفاء الطبي. هناك أوضاع جدا صعبة ومأساة كبيرة تحيط بآلاف من المواطنين النازحين داخل هذا المجمع، وكذلك للطواقم الطبية والجرحى، وأخص بالذكر هنا الجرحى الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية طارئة تسهم في إبقائهم على قيد الحياة. ولكن القصف الإسرائيلي، وبحسب ما أفيد أن بعض المباني في مجمع الشفاء الطبي قد تعرضت إلى استهدافات مباشرة من قبل المدفعية الإسرائيلية وأيضا قوات الجيش الإسرائيلي المتواجدة في تلك المنطقة، هذا سيسهم في زيادة المعاناة والتفاقم وسيؤدي إلى مزيد من الشهداء والجرحى. كاترين، هل لا تزال الاتصالات تامر مقطوعة في محيط مجمع الشفاء؟ وماذا عن جغرافية المكان؟ لو تذكرنا بجغرافية هذه المنطقة المستهدفة، وإلى أي مدى تهم هذه الجغرافية إسرائيل فيما يخص ربما فصل القطاع؟ كاترين، اعتدنا عندما تتوغل القوات الإسرائيلية في إحدى المناطق في مدينة غزة وشمال قطاع غزة، يتم فصل كافة شبكات الاتصال وخدمات الإنترنت من محيط المنطقة التي يتم إجراء العمليات العسكرية فيها، واعتبارها من الجيش الإسرائيلي بأنها مناطق عسكرية يمنع الدخول وخروج المواطنين منها. ويعني هذا ما اعتدنا عليه نحن هنا في شمال القطاع. بخصوص موقع مجمع الشفاء الطبي، هو مجمع الشفاء الطبي يعتبر المجمع الرئيسي والأول في كافة محافظات قطاع غزة، وهو أكبر المستشفيات هنا في قطاع غزة، والذي كان يقدم الخدمات لآلاف من المواطنين من كافة المحافظات، ويقوم بإجراء العمليات الجراحية ومعالجة المرضى وتقديم الرعاية الصحية لكافة أبناء الشعب الفلسطيني هنا في قطاع غزة. ولكن عندما قامت القوات الإسرائيلية خلال الحرب الإسرائيلية التي لا زالت مستمرة منذ أكثر من 63 بعد 100 يوم متتالي، هناك كان سلسلة من عمليات احتلال هذا المجمع من قبل القوات الإسرائيلية، وبالتالي أدى إلى تدمير عدد كبير من غرف العمليات التي كانت مخصصة والأجهزة والمعدات والنفط، ويعني إحراق عشرات الأطنان من المستلزمات الطبية التي كانت تقدم لدى المرضى والجرحى في ظل هذه الحرب. مجمع الشفاء الطبي يقع في المناطق الغربية لمدينة غزة، ويحيطه من المنطقة الغربية حي تل الهوى الجامعات، ومن المنطقة الشمالية مخيم الشاطئ وحي النصر، ومن المنطقة الغربية كذلك منطقة ميناء أبو حصيرة الصيادين، وكذلك المنطقة أو المجمع يعني يمتلئ بالمنازل المجاورة والملاصقة لبعضها البعض. تعلم أن مخيم الشاطئ هو عبارة عن مخيم البيوت كانت فيه ملاصقة، وقد تعرض هذا المخيم إلى تدمير شبه كلي، تحديدا في منطقة المخيم الشاطئ الشمالي وغيرها من المناطق. حتى هذه اللحظة كاترين نستمع ما بين الحين والآخر إلى القصف المدفعي، ولكن القصف هذا بعيد نوعا ما في المناطق الغربية الشمالية والغربية الجنوبية لمدينة غزة، تحديدا شارع البحر ومنطقة الميناء ومحيط مجمع الشفاء الطبي. أوضاع جدا صعبة، أوضاع مأساوية، هناك حالة من الخوف، حالة من التوتر. أيضا ننوه كاترين أن ما بين الحين والآخر كان يتواجد عدد من طائرات المروحية الأباتشي، كانت تحلق على مستويات مختلفة في العديد
من مناطق مدينة غزة وكذلك في محيط مجمع الشفاء الطبي، وكانت بإطلاق الصواريخ الصغيرة اتجاه أهداف معينة وكذلك إطلاق الرصاص الثقيل صوب تجمعات المواطنين وأيضا نحو مجمع الشفاء الطبي وكذلك المنازل في كافة المناطق. أيضا حي التفاح والدرج شهد غارات إسرائيلية، حي الزيتون شهد غارات إسرائيلية، حي تل الهوى غرب مدينة غزة وحي الصبرة وكذلك الشاطئ وكذلك أقصى شمال قطاع غزة، تحدث عن بيت لاهية وبيت حانون وجبالة. أيضا تزامن دخول القوات الإسرائيلية إلى مستشفى أو مجمع الشفاء الطبي بغارات إسرائيلية مكثفة في أنحاء مختلفة كاترين من مدينة غزة وشمال القطاع. أشكرك من مدينة غزة تامر دلول مراسل الغد، سنعود إليك لمتابعة كل جديد.